وفقا لنظرية الانزلاق لانقباض العضلة. حيث تأتي رؤوس خيط الميوسين السميكة على مقربة من خيوط الأكتين الرفيعة لتتصل بها مكونة معقد الأكتوميوسين، حيث تدور الرأس وتسحب خيط الأكتين إلى الداخل فوق خيوط الميوسين السميكة. ونتيجة لذلك يقل الساركومير وحدة انقباض العضلة المخططة في الطول، ولكن يظل طول شريط الأكتين كما هو. وعندما تحدث هذه العملية في كل الوحدات الانقباضية للعضلة المخططة، فإن طول الليفة العضلية يقل وتنقبض العضلة.